مرحبا الله يعطيكم العافية. اليوم طالعين على هايك شو اسمه؟ شق العجوز. شو اسمه؟ شق العجوز. شق العجوز. طبعا شق العجوز اللي هو هاد راح نمرق هسه من جواته. كيف ما بعرف. من وين اياد؟ من هون؟ بالضبط. عم فوت من هون هسا. So as you can see, it's really hard to walk here because it is really, really narrow. Maybe this is the most narrow canyon in the world. And it is here in Jordan. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. كيف تمر الدين؟ يا اخوان هذا الشيء مستحيل. اول واخر مره. خلاص؟ بسرعه دي. خلصت الجمالة؟ اه. استنى شوي. يا. مبين انا؟ اه. عم بتبص بالحيط. وانا بدي صوره زي هيك. انت تبص بالحياة؟ جمانة امسكي ولا بتصوري هيك؟ والدك تصوري. شو حسين؟ كيف الوضع؟ وال والله طلع الحمام. او ماي جاد. واو اجواء كل هذا في وادي رم. طلع وادي رم. طلع الكرسي هذا لحاله بجنن. ايش فيه؟
كل جبل في وادي رم بيحكي حكاية، وكل حبة رمل إلها تاريخ عاشت حضارات كبيرة هون من قبل وتركوا إلنا آثار لحتى نعرف عنهم. وهسا الناس اللي عايشين هون بيعرفوا كثير من هاي القصص، ولهيك إحنا إجينا لحتى نسمع منهم ونشرب الشاي من إيديهم.